تعيشها البلاد. تبقى إرادة الحياة والإصرار على إعادة الأعمار العنوان الأبرز الذي يرسم حياة السوريين، وهذا ما ترجمه سكان منطقة سيف الدولة في حلب بعد نفض غبار الإرهاب عن الشهباء. ما راح يعمر أكيد الله، نحن إذا أنا ما بلشت في بيتي وجاري ما بلش في بيته وشلنا هالشي اللي صار ما راح يعمر، بس لا كلياتنا إيد بإيد راح يعمر إن شاء الله ونرجع أحسن من قبل، ونحن بنعمرها ونحن اللي بنبنيها إن شاء الله. نرجع نعمر البلد ونبنيها، همتنا القوية. مثل ما الجيش انتصر على المسلحين وطلعوا من حلب بدنا نرجع نعمرها. لم تمنع حرارة الصيف مع ساعات الصيام الطويلة أهالي حي سيف الدولة من العمل يدا بيد كبيرا وصغيرا لإعادة إعمار المنطقة، فهم كما كل السوريين في جميع المحافظات يعملون كجسد واحد كرمى لتراب الوطن. عمرة والدمار ما راح يسني من عزيمتنا إن شاء الله. الدمار ما حيسنينا لا والله، بس عزيمتنا أقوى من هيك بإذن الله طبعا. ولا نعمرها شو لا تتعمر، بدها ترجع مثل ما كانت واحكن. احنا شباب صغار وكبار بدنا نعمرها. إعادة أعمار عدد من المناطق في حلب خطوة في خارطة الطريق لإعادة إعمار جميع المناطق في سوريا والتي تدمرت بفعل الإرهاب، خريطة ترسمها انتصارات رجال الجيش العربي السوري المتتاليه.